قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. وهنا يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، خلاص منطوق والمفهوم غير المسلمين ليسوا كذلك، لا تتكافأ دماؤهم. نعم جيد جدا، جزاك الله خير، جزيت الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: محمد حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني البصري، أبو عبد الله البصري، قال أبو حاتم ثقة، قال أبو زرع ثقة، وقال النسائي خيرا. قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان وهو من الثقات، قال ابن عين ثقة، يعني عين قاطع الحفظ ولا يؤخذ بقوله، فهو ثقة. وقال العجلي ثقة فهو ثقة. عن أبي سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، نعم، ذكروا بعضهم في المدلسين، وابن القطان قال هو عندنا من أهل الحديث. وقال ابن عين ثقة. قال أبو حاتم، قال أحمد ثقة، قال أبو زرعة على ما يسمع من عقربة من عكرمة، ووثقه النسائي. قال عن حنش الحسين بن قيس الرحبي، قال ابن معين ضعيف، قال البخاري أحاديثه منكرة جدا، وهذا شدة في التضعيف. وقال مسلم منكر الحديث. يسر الله عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. قال عن ابن عباس وعبد الله بن عباس صحابي من صحابي من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وكان حبر الأمة بحر الأمة في التفسير. قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأمياد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم. في الرواية الأخرى حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد على من سواهم فتتكافأ دماؤهم. وأيضا في نفس الحديث عن عمرو شعيب عن النبي عن جده عبد الله بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم. هنا في قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا فرق بين شريف ووضيع، ولا فرق بين وجيه وذي سلطان، وبين فقير لا يملك شيئا، الكل سواء في الدماء، تتكافأ دماؤهم، فيقتل الشريف بالوضيع، ويقتل الغني بالفقير، ويقتل أيضا صاحب السلطان بما لا سلطان له. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا عدل الإسلام، وأنه بغير ذلك يستجلبون على أنفسهم العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ألا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي قوله تتكافأ دماؤهم عام يراد به الخصوص، أو قل عام مخصوص، ومخصوص بالحر والعبد، فإن الحر والعبد لا تتكافأ دماؤهم مع أنهم من المسلمين لدلالة الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد، فعند عدم المساواة لا تكون المكافأة. وهذا قول جماهير العلم خلافا للظاهرية، لأن ابن حزم يرى بأنه لا فرق بين الحر وبين العبد، وإن كان الأئمة الأربعة
والجماهير المتقدمين والمتأخرين على أن كفاءة الدم بين الحر والحر سواء كان شريفا أو وضيعا. نعم. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، وهذا هو الحق، بأنهم كتلة واحدة على أهل الكفر، ولا يمكن لأهل الإسلام أن يتآمروا مع أهل الكفر على أهل الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجوز بحال من الأحوال لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمكر بالمسلمين أو المؤمنين أو يضع يده في يد الكافرين على المسلمين. ولذلك قال وهم يد على من سواهم، قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا يجوز بحال المكر بأهل الإسلام، ولا يجوز بحال أن يضع المرء المسلم يده في يد أهل الكفر على أهل الإسلام، لا يجوز بحال من الأحوال. وهم يد على من سواهم يعني من أهل الكفر، ويسعى بذمتهم أدناهم، بأنه لو كان الوضيع هو الذي أعطى أمانا أو ذمة لكافر فلابد للجميع أن يحترموا هذه الذمة وأن يوفوا بهذه الذمة. والدلالة على ذلك لما دخلت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وكان يغتسل، فنظرت فقالت، كانت فاطمة تستر بثوب، فقالت السلام عليك، فقال عليكم السلام من؟ فقال أم هانئ، فقالت أم هانئ، فقال مرحبا يا أم هانئ، فقالت إني أجرت فلانا وإن ابن أبي زعم أنه قاتله، فقال لها وهذا الشاهد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولذلك نقول كل كافر دخل بلد الإسلام بأمان من ولي الأمر وجب على كل الرعية الوفاء بهذا الأمان، والأمان هو التأشيرة، ختم الدخول إعطاء أمان، ولا بد من الوفاء، الرعية بأسرهم لا بد من الوفاء بذمة ولي الأمر الذي أعطى الأمان لأي أحد من أهل الكفر إذا دخل والنظر في ذلك مصلحيا. قال ويرد على أقصاهم، ويرد على أقصاهم معناها أن أول السرية التي تقاتل والتي غنمت المال يرد على آخر السرية، يقسم لهم بالسوية، أول من كان أمام العدو وآخر من كان أمام العدو كل سواء في الغنيمة. ويرد على أقصاهم يعني المال من الغنيمة يرد على الجميع ويقسم على الجميع بما فرضه الله وقسمه في الكتاب. وأما في الحديث الأخير قال ويجير على المسلمين أدناهم، هي بالضبط مسألة الوفاء بالذمة، مسألة الوفاء بالذمة، وهذه دلالة على استواء أهل الإسلام وأنه لا بد من الوفاء بالعهود والعقود على أهل الإسلام، وأن من أعطى الذمة لأي أحد كائن من كان وجب على الجميع الوفاء بهذه الذمة. وفي قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم مسألة عزيزة، ألا وهي بأن المسلم لا يقتل بالكافر، بأن المسلم لا يقتل بالكافر، لأنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، إذن مفهوم المخالفة غير المسلمين مع المسلمين لا تتكافأ دماؤهم، غير المسلمين مع المسلمين لا تتكافأ دماؤهم. ولذلك جاء الحديث صريحا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال وألا يقتل مؤمن بكافر، وألا يقتل مؤمن بكافر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا، قتل مسلما بمعاهد وقال أنا خير من وفى بعهدي، حديث ضعيف مرسل لا يقوى أن يقوم أمام الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم لا يقتل مؤمن بكافر. الفوائد المستنبطة: فضل أهل الإسلام، المفهوم حجة، مفهوم مخالفة، حرمة دم المسلم وماله، حرمة دم المسلم وماله. بهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم بفضل الله تعالى، والموفق هو الله.
نسأل الله لنا ذلك وهذه الحسنات، فإنه إن لم يكن لله صار هباء منذورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا. اللهم تقبل يا رب العالمين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله. يا رب يبقى هذا التعاون على البر والتقوى ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يكرمنا بالانتهاء من كل الكتب التي بدأها الله لنا وزيادة على ذلك، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يشكر لكم.